هعمل لكم النهارده وصفه البسكوت اسمه نازوك بالطريقه السهله وسريعه. بنجن هنحط كوب زبده وبعدين كوب ونص دقيق ونص كوب ساور كريم ومعلقه ونص خميره ورشه ملح. هنضربهم مع بعض. هنغلف العجينه وهندخلها الثلاجه لمده ساعه. بعد غلفناها هندخلها الثلاجه وهنبتدي نحضر الحشو. بنجن هنحط نص كوب زبده وثلاث ارباع كوب سكر وعليهم ربع كوب عين جمل مدخون واخر حاجه ثلاث ارباع كوب دقيق. هنضربهم مع بعض. بعد ما نطلع عجينه من الثلاجه هنفردها بالشكل ده وهنفرد الحشو بتاعنا عليها. هنبتدي نشكل البسكوت. هنرص البسكوت على صينيه الفرن. هندهنه بصفار البيض وهنرش عليه شويه سكر بني وهندخل البسكوت في الفرن نتسخن درجة الحرارة 200 لمدة تقريبا 15 دقيقة لغاية وشه يحمر. البسكوت ده اتعلمته من صحابي أرمان، لازم انتوا تجربوه في البيت برضو. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.